السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكتب اسم رانيا. لو حابب يكتب اسمه يكتب لي في التعليقات الاسم، وهكتبه إن شاء الله التوقيع كمان. طبعا بنكتبها بخط حر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما هكتبها وانتهي منها واعملها بعض الزخارف وازينها، بعمل ايضا بكتب لها التوقيع. نعمل بعض الزخارف البسيطة، يعني بنستخدمها في ملء المساحات عشان تعطي شكل جميل. ودي بعض الحليات اللي غير طبعا الحركات. هبدأ أكتب التوقيع. هنا ناخد بالنا شوية ونركز فيه. ده أولا حرف الراء، حرف الراء، وهلفه بالشكل ده. طيب بعد كده هيبقى عندنا الألف، الألف أصعد لأعلى بالشكل اللي احنا شايفينه، وهنزل وهلف بيه خط حر مرسل بالشكل ده. ده الألف. بعد كده عند النون والياء، وامشي طبعا على الف الثاء الثانية، ودي نقطة تانية يعني. بعد كده ممكن احب اكتب التاريخ، ممكن اضيف التاريخ هنا مثلا 11/10/1443. ده كده شكل التوقيع. أتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. واللي حابب يكتب لي اسمه، أحب أكتب له الاسم، يكتب لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هكتب له الاسم والتوقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.